دلوقتي نبدأ معاكم نهارنا العالمي من عند الدوري الإنجليزي ومباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه طبعا نجمنا المصري محمد صلاح اللي قدر يفوز على نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة اللي أقيمت على ملعب الأنفيلد رود ضمن مباريات الجولة العاشرة من البريمير ليج، وسجل هدفي الليفر كل من دييجو جوتا في الدقيقة 31 وأضاف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 35 من الشوط طبعا الاول، والشوط الثاني نجمنا المصري محمد صلاح بقى بيسجل الهدف الثالث للريدز في الدقيقه 77 من زمن المباراه، وبالفوز ده ليفربول وصل للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 23 نقطه، ونوتنغهام فورست في المركز السادس برصيد 10 نقاط. وزي ما شفنا في المباراه علم فلسطين الحبيبة في مدرجات نادي ليفربول دعما للشعب الفلسطيني في غزة بعد الاعتداءات التي يشهدها القطاع من قوات الاحتلال الغاشم. لسه مكملين في الدوري الانجليزي ونروح بقى لمانشستر سيتي اللي قدر يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثيه نظيفه على طبعا في ديربي الجماعه ديربي مانشستر على ملعب الاولد ترافورد في قمه مواجهات الجوله العاشره من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، وسجل النرويجي ايرلينج هالاند الهدف الاول لفريق المان سيتي عن طريق ركله جزاء في الدقيقه 26، وعلى الجانب الاخر اهدر المان يونايتد عده فرص امام المرمى ونجح اونانا حارس مرمى اليونايتد في التالق خلال الشوط رغم التاخر في النتيجه، وفي الدقيقه بقى 49 سجل هالاند الهدف الثاني في شباك المان يونايتد بعد ما نجح في مراوغه اونانا حارس المان يونايتد في الهواء بعدما سدد الكره في الاتجاه العكسي للحارس الكاميروني، وسجل في الفودن الهدف الثالث في الدقيقه 76 برضه من صناعه ايرلينج هالاند صاحب اول هدفين في المباراه. وبعد تسجيل الهدف الثالث بقى مانشستر يونايتد بدات الجماهير في مغادره الملعب اعتراضا على سوء اداء الفريق، وبالفوز ده المان سيتي وصل للمركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطه وبفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام هوتسبير، وتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن في ترتيب البريمير ليج برصيد 15 نقطة. ويمكن يعني لغز غريب جدا المان يونايتد زي ما انا بقول لكم بالسنة اللي فاتت وحتى الآن مش هو ده المان يونايتد اللي الناس كلها عرفته وكانت بتشجعه وكانت يعني بتستنى كده ماتشاته عشان تتفرج عليها، لكن المان سيتي زي ما احنا عارفين يعني هو يعني الوحش في الدوري الإنجليزي خلال السنوات اللي فاتت بقيادة طبعا يعني الإسباني بيب جوارديولا. نروح بقى لقمة الدوري الإيطالي اللي كانت بين نابولي ضد الميلان اللي انتهت بتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي. سجل ميلان ثنائية في الشوط الأول المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقتين 22 و31 على الترتيب عشان ينتهي الشوط الأول 2-0 للميلان، وفي الشوط الثاني بقى قدر نابولي يتعادل بثنائية سجلها ماتيو وبوليتانو في الدقيقة 50 وراس بادوري في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة، وتعرض ناتان مدافع نابولي لحالة طرد قبل نهاية اللقاء في الدقيقة 89، وبالفوز ده الميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ونابولي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة. لسه مكملين في الدوري الإيطالي واللي قدر الإنتر ميلان يفوز فيها على روما بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الكالتشو الإيطالي. سجل هدف المباراة الوحيد ماركوس تورام في الدقيقة 81 من عمر اللقاء إثر تلقي عرضية رائعة من الجبهة اليسرى حولها إلى المرمى مباشرة بكل سهولة، وبالفوز ده بيتصدر إنتر ميلان برصيد 25 نقطة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتواجد روما في المركز الثامن في
الكالتشيو الإيطالي. دلوقتي جه ميعادنا مع أجندة مباريات اليوم، خلونا نروح عشان نتعرف بقى على أبرز مواعيد مباريات النهارده.